راسي يا راسي يا صالح وينك؟ شفيك شفيك هلال شفيك؟ أحس راسي بينفجر مرة. راسك؟ مصدع مرة. اسمع اسمع بروح 10 دقائق واجيب لك حبة تطير الصداع اللي في راسك مرة واحدة. طيب قل لي من الفلوس راح تجيب لي دواء صيدلية؟ أي دواء صيدلية أنت؟ اسمع أنا مرايح صيدلية بروح حق صديقي لأن أبوه دكتور فهمت؟ طيب روح بسرعة ولا تأخر. ما عليك بس أنت روح انتظرني في البيت. إن شاء الله. لحقت عليه فكني راسي مصدع من جد راح ألحقه. ترجع لخويك. استريح استريح حطني حبة وبسرعة. لا يكون كليت من هذه الحبوب. ليش فيها الحبوب يا وليل؟ سبق وقلت لك ان فيهم صداع قوي. مو عشان كذا انا ابيها وبسرعة. ليه فيك صداع؟ انا ما فيني شيء ابيها لاخوي. حق اخوك ابشر يا عسل ابشر من عيوني يا صالح يا عسل. هذه حبه حق اخوك وهذه حبه مجانا من عندي هديه. مشكور بليل ما قصرت. يلا مع السلامه. سلم لي على اخوك يا عسل. مسكين يا صالح راحت عليك وعلى أخوك ومردك تجيني مرة وثنتين وثلاث وأربع. والله راحت عليك من جد يا عسل. أدخل أدخل. هلال هلال هذا الحبوب هذا الحبوب جبت الدواء؟ إيه تكفى روح جيب الماء بسرعة. ايه ماي ماي. تفضل هذا الماي. ها زين الحين؟ زين الحمد لله هديت شوي. بس روح سك الباب وراك. هلا صالح. هلا هلا. هلال في غرفته ولا كالعاده برا؟ لا لا موجود موجود بس انه يوم جاء كان في صداع خفيف. صداع؟ وخذ له حبه يبي يرتاح الحين. ايش والحمد لله. صداع؟ هاي خوف يا صداع يكون من شيء ثاني. انا لازم اروح حق احد يكشف لي سر هالهبه وأتمنى تطلع من النوع اللي على بالي عشان أعرف كيف أوجه العقير اللي يروح لصالح بستين داهية. اسمعيني كلها يومين وأحاول أقنع سالم إنه يعيش مع عمامة بيت جدة وتشرفين بيتك يا زوجتي العزيزة. أنت تدرين إني ما أبي سالم يا